حلقتنا بتكفي وانا كثير مبسوط انه استقبل زميلتي جيسي تراد قسطون وزميلي جورجيت. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. نحن كمان مبسوطين انه عم نتلاقى تحت الهواء بس هالمره. اوقات يعني هيدا الاطار بيكون نادر بالتلفزيون. مزبوط. صحيح بنتلاقى تحت الهواء بس على الهواء إلى غير نكهة. مش أكيد أكيد. اليوم بدنا نحكي عن حدث ثقافي، حدث اجتماعي كمان له طابع مهم، حدث بيجمع بلدين. نعم. لبنان واليونان. ما ننسى السياحة. وسياحة طبعا طبعا. كيف خلقت فكرة المهرجان اليوناني؟ نعم. جيسي بلشي. هي الفكرة خلقت أنا وزميلي جورج عم نتلاقى. جورج بتعرف في عنده جذور يونانية، الجراند بيرنس تبعه سته وجده من اليونان، بحب كتير اليونان. فمحبة جورج أحس عندي أنه لازم نعمل شيء للبنان سياحي. اجتمعوا مع بعضهم بين حب اليونان ويفرجي أكثر عن اليونان بلبنان، وبين أنا أنه مهتمة أنه يكون في بلبنان هالسنة سياحة وفرح ومهرجانات. خلقت هالفكرة. رح خلي جورج يكمل. وين خلقت بالتحديد؟ كنا هون بالاخبار في باركينج الام تي في. شفت قديش قديم اللي بهالباركينج شجر وهلا عم يرتبوا لنا اياه بدنا هيك تكون في جو حتى الباركينج ملهم. قلت لها والله جيسي حاب اعمل شيء. انا عملت فيلم من سنتين حكينا عنه بالام تي في وعرضناه نحن وقتها. اكيد. قلت لها خلينا نعمل شيء هيك على اليونان. هلا اول شيء تعمل جيسي انه يونان اولك بتمشي انه حلوه سياحيه تمشي. قلت لها هات تنجرب يعني ولا مشروع بلبنان هلا ما حدا عم يعمله، وحلو انه نعمل نجيب هالعالم نعرفها على الثقافه ومنه بنكون. وهون قالت لي هي منه بنكون كمان سوقنا للبنان انه صاروا هالاجانب يطلعوا علينا كمان انه بلدنا حلو. والسياحه الداخليه عملنا. حتى السياحه الداخليه أكيد. اليوم يعني بتعزز، بتحط منطقه جبال بالواجهه، بترجع بتعزز السياحه الداخليه من كل المناطق، بيجوا على جبال بيتعرفوا على ثقافه ثانيه، بيكون فيها الحركه السياحيه الداخليه والخارجيه. بالاضافه كان السفير هون، حتى السفير عم نعمل له جوله على الاخبار، وقلت له هيك ما بعرف شو فتق براسي. قلت له ليك خلينا نقطع عارفك على زميلتي رئيسة قسم الاقتصاد، والله عم نفكر نحن هيك. قلت له انه بدنا نعمل فيستيفال جريك. قال لي وحضرتها مهتمه؟ قلت له ايه فكرها يونانيه. قلت له لا بس محمس يكون في سياحه بلبنان السنه. طيب المهرجان وين رح يصير؟ رح يصير بجبال بالممشى الروماني، يعني محل ما بيحطوا شجرة الميلاد عادة كل سنة بجبال. الممشى الروماني عنده هيك طابع، هو روماني صح ولكن فيها الطابع إذا بدك اليوناني الإغريقي. رح يكون هنيك 3 أيام، الجمعة والسبت والأحد من الساعة 7 للساعة 12. وبدي أقول لك أنه المهرجان كبر أكثر بكثير مما كنت أنا متوقعة شخصيا مثل ما عم بقول لك جورج. جورج شو رح يكون في بالمهرجان؟ هيك كنا مفكرين أول شيء قلت أنا بدي أعمل مهرجان للمأكولات اليونانيه، نعرف الناس على المأكولات اليونانيه ومجانا تقريبا. يعني احنا ندخليه 5000 رمزيه لانه كان بدنا اكبر عدد من الناس يفوت وينبسط، ومش ضروري واحد دائما بمهرجانات عندنا بلبنان. طبعا الا حق يعني بتتكلف كثير، بس بتحس انه في بعض الناس بتحس بدها ترهن كل يوم تروح على مهرجان. لا احنا بدنا انه العالم تكون عم تتسلى من كل المناطق وين ما كانت موجوده. بقى لنا خلينا نبلش بالمأكولات. هالمأكولات رجعت ولدت عندي كونتاكت مع كثير اصدقاء باليونان وبشكرهم، مثل ستيرجو ليباريس الفنان اليوناني والعالمي. قال لي انا بيجي بحضر، وبعدين قال انا بيجي بغني. حلو. قدم موهبته. اي ليله رح يكون؟ رح يكون ليله الافتتاح الجمعة. وكمان نعم. مارينا ابو رجيلي قدمت حالها من اوائل الاشخاص، هي لبنانيه عايشه باليونان وبتغني باليونان، فقالت انا بيجي كمان وبحيي حفلات ليومين. وعندنا فنانه لبنانيه يونانيه كمان كسانيكا بلانيس، واحد اهم 8 بيعزفوا بوزوكي باليونان. حلو. كمان جاي على ليلتين يعني تالون رائع، لايف بيرفورمانس بالفعل. والى جانب المأكولات والموسيقى يلي هي كتير مهمه، كمان انا كنت حابه يكون في طابع ثقافي للمهرجان لانه اليونان زاخره بالثقافه. تواصلنا مع الاكروبوليس ميوزيم وقدرنا انه نحصل من الاكروبوليس على قطعتين بعثوا لنا اياهم، صاروا موجودين بلبنان. رح يكون في ستاند او بوث مخصص للاكروبوليس ميوزيم، رح نعرض هول القطعتين. ما نسينا كمان الثقافه إذا بدك اللبنانية، يعني اليوم في عنا مكان تعرض فيه أثار يونانية، وعنا مكان كمان يعرض فيه المتحف الوطني. بعت لنا أيضا قطعة ورح يكون فيه أكيد تفسير وفلايرز. كمان كان عنا مشاركة بارزة، وهيدول ليلة تصير عادة بنعمل مهرجانات يونانية، بس المشاركة الرسمية اليونانية ما بتكون بالإطار اللي نحن قدرنا أنه نحصل عليها. عنا مكتب
مكتب السياحة التسويق السياحي اليوناني اللي هو جهة رسمية موجود وعنده ستاند بالمهرجان بجبال، وعندنا رعاية وزارة السياحة اليونانية إلى جانب طبعا رعاية وزارة السياحة اللبنانية وحضور معالي الوزير أفيديس كيدانيا بالأوبنينج، وأكيد يعني هي المظلة الكبيرة للسفارة اليونانية اللي رعت كل هالمسار من أول ما بلش من 4-5 أشهر لليوم. نحن عن جد بدنا نهنيكم، شي بيكبر القلب هالمجهود، وسريعا يعني وبأول بأول سنة بأول سنة عم توقع السنة الجاي بعد يكون المهرجان بعد أكبر وأكبر دجا هالقد بنوع. خلينا نشوف السبوت الخاص بالمهرجان ومنرجع منحكي. شو؟ بي النضوء وعدة وخرايط وكاميرات وحتى سبابيت الرأس وزوربا وأوبا، شكلك عم تضف الشنطة وطاير على اليونان. طول بالك طول بالك، نص اليونان جايتك على لبنان، متحف الأكروبوليس كمان، البلدية والطقس وحتى فرق الرأس، السلطة والفتة والأفلام والبوزوكي كمان. لقينا على المهرجان اليوناني الأول بلبنان 7-8-9 حزيران بجبال ابتداء من الساعة 7 مساء. على فكرة هيدي فكرة وكتابة وصوت زميل جورج عيد. حلوة المهضوم الدعاية. أنا على فكرة ما بحب الدعايات، إلي ما بسجل دعايات. ومن أنا وقت بلشت بالإعلام كنت بقوله بدفع لك تعمل دعاية، بقوله لا أنا بدفع لك حل عني. ما بحب الدعاية. جورج شو قصة هالصورة على التامبر بالآخر؟ هيدي التامبر، هيدي صورة جدي على كل حال، هو ملهم هيدي الإيفنمون بطل بهالدنيا، بس إنه أنا أكثر شخص عرفني على السقافة هو جدي. بقى كنت حابب أحط أول شيء صورة معبرة ليه اتخذت بأيار 1975، يعني بعد بداية الحرب اللبنانية بشهر، وكان عم يرقص رقصة الزيباكيكو أو اللي نحن بنسميها زوربا بلبنان تيغير جو عن أمي وخيا، بس كان القصف ماشي طب ما يسمعهم الصوت وعلى الموسيقى، وصار دايما كان عنده هالخصلة حتى أيامي بقى تغير جو وهيك. وحبيت حط انه هاي شغله وهالصوره ما حدا بيفهمها غير اليوناني واللبناني، عنا اراده حياه يعني حتى بالقصف وبالدمار وبالزعل وبكل هول، في عنا هالرغبه بانه نفرح وهن هيك مثلنا بقى. وبالتالي في ولد صغير كمان بالبوستر جدي ليرمز للماضي، وهذا الولد هو اخر شخص اخر ولد ولد للجالية اسمه ياني موجود رح يكون معنا بالمهرجان بقى. هذا الحاضر والمستقبل حبينا نقول. حلوه كثير الفكره منا جيسي. اليوم ناس يعني اللبنانيه بيعرفوا منيح اليونان وبيعرفوا، بس ما بيعرفوا يمكن كل الناس ما بتعرف كل اليونان، مش هيك؟ يعني عادة بيروحوا اللبنانية على جزر معينة، بس اليونان أكبر بكتير أكيد. وفي مطارح بعتقد رح يصير لهم أنه يتعرفوا عليها بهالمهرجان ويتضوا عليها. أكيد في عنا بلديات مشاركة مثل بلدية كاساندرا من كريت، في عنا كتير إذا بدك مشاركة من نبيد يوناني، مأكولات يونانية، بيتاز كذا، كلهم هولي رح يكونوا موجودين لحتى يعرفوا، وكل منتج إذا بدك يوناني جاي معه من اليونان أشخاص لحتى مش بس قصة أنه أنت تتعرف بالذوق، بس تتعرف أكثر بالثقافة بتاريخ هالمنتج بمن وين بيطلع تحديدا. فأي يعني هي بمهرجان زيارة لأطراف مختلفة من 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 اليونان ليتعرف عليها اللبناني أكثر، أو السائح اللي موجود اليوم بلبنان وحابب يغير جو ويعمل شيء مختلف. كان ممكن تكون مشاركة البلديات أكبر صراحة، تواصلت مع كتير بلديات وبالبداية أكدوا، بس ثاقبت عندهم انتخابات والسياسة عندهم ما بدنا نقول أسوأ من عنا، تنقول مثل عنا بقى، بعدوا اتفقوا البلديات أسوأ من عنا. هلا رح يروحوا شهر بلا حكومة تعلموا تبادوا خمران تاريخ بهالموضوع بكل أثر. جورج سؤال أخير، هالرابط يلي بيربطك باليونان يعني صخته بفيلم وصخته بمحبتك اللي بنشوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهالبلد اللي عندك جذور فيه وارتباط فيه، هيدا المهرجان اليوم شو بيعني لك؟ هو لقلي تكريم لأول شيء لجدي بشكل غير مباشر، بعدين لكل الأشخاص اللي مثله، وتذكير أنه لبنان عن جد بلد حضن كتير أقليات وما زال. يعني اليوم بلبنان في 30,000 يوناني لوحده، ما بدنا نحكي بس عن الأرمن اللي هني بيحكوا عن قضيتهم دايما، بس في كتير تنوع بلبنان وهذا اللي بدي ركز عليه. وبدي أقول أنه بلدنا خارج يتسوق، ما بدي أنسى كمان أنه نحن عنا مهرجان أفلام أوبن فيلم فاستيفال بقلب الفستيفال اللي عم نعمله، أفلام مجانية بالهواء الطلق يونانية بمبادرة من أوبن فيلم فاستيفال جورج شعيب. كمان بدي أشكر لي كل اللي تعاونوا معنا، يعني على رأسهم السفير TV مسيو ميشيل اللي ايمن بهالبروجي، اللي مثل ما عودنا دائما بس يكون في شيء ايجابي للبنان بحط ايده بيقول يلا خلينا نمشي، ما سالنا غير شو بدنا نعمل. وبالتالي كمان زوجتي واستاذ ربيع عسطون اللي كمان اشتغلوا معنا من كل قلبهم لانجاح المهرجان اللي فعلا بلش بروجي عائلي كثير صغير وعقد حاله.
نذكر سريعا جستي معك بالايام الجمعه وسبت واحد، يعني بكره الاوبننج وسبت واحد من الساعه 7 لمنتصف الليل، موسيقى ورقص، بيقدروا يتعلموا رقص، يرقصوا مع اليونانيه، يتعرفوا على الثقافه، يذوقوا الاكل اليوناني، يشربوا المشروب اليوناني. اذا 3 ايام اذا الله راد بدنا اياهم حلوين، مثل الفرح الموجود باليونان واراده الحياه والهوسبيتاليتي الموجوده عندنا نحن كلبنانيه. جستي وجوش شكرا على هالمشروع المميز، بينبض بالحياة وبيعكس كمان دور لبنان، هالجسر اللي بيوصل الدنيا بالدنيا. خلينا شكرا لك، اهلا وسهلا فيكم. نحن رح نتابع حلقتنا ورح نحكي اكثر عن عيد الفطر حول العالم مع نادين ظاهر باتيكيت، خليكم معنا.